السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب ونساء تالتة إعدادي. معانا دلوقتي سؤال الباراجراف، إزاي أقدر أقفل ال7 درجات كاملين؟ وأول موضوع أشتغله معاك هو biography about famous persons in media، يعني سيرة ذاتية عن أشخاص في مجال الميديا. تعال نشوف إزاي هنقدر نجيب ال100 كلمة وأكتر كمان. يلا بسم الله. هنا طبعا اول حاجة بكتب العنوان اللي هو جاي لي، بكتب اهو A biography about famous persons in media، حسب بقى بقية العنوان اكمله لغاية الاخر عادي. اول معلومة ان لازم في كل حرف في العنوان لازم يكون with capital letter، بحرف كابيتال، ما عدا طبعا حروف الجر، يعني البي الاي لا، الاف بتاعت فيموس لازم تبقى كابيتال لتر، البيرسون اللي هي كلمه اشخاص او افيموس بيرسون حسب ما هو جاي لك، شخص مشهور او اشخاص مش مشهورين. كتبت العنوان في السطر الاول بين علامات تنصيص. اول حاجة احنا بنكتب باراجراف، وكلمة باراجراف او باراجراف يعني ان انا اسيب مسافة عشان العبارة تتكتب، يبقى العبارة كلمة باراجراف يعني عبارة بسيب لها فراغ وببدأ على طول الجملة التانية التالتة وهكذا. طيب أنا دلوقتي باجي هنا في صفحة فاضية بكتب كلمة درافت يعني المسودة، ودلوقتي هكتب عن أشخاص أنا درستهم في المنهج زي فاروق شوشة وزي صفية المهندس. لازم تكون المعلومات دي عندي. مثلا فاروق شوشة أنا عارف إن هو مولود في دمياط سنة 1936، كان بيحب أكيد القراءة والكتابة وهو صغير، دي حاجة نكتبها لكل شخص. وبعد كده بقى مذيع راديو وكان بيعشق حاجة اسمها اللغة العربية، وعمل برنامج وكان بيتكلم في البرنامج عن جمال اللغة العربية. وبعد كده he was called سمية the guardian of the Arabic language، حامي اللغة العربية، وطبعا فاز بجوائز كتير عالمية ومحلية. دي كان الشخص الاولاني. عندنا كمان صفية المهندس نفس المعلومات، هي بقى هنا مولودة في القاهرة سنة 22، تحب القراءة والكتابة، اول صوت نسائي في الراديو، عملت برنامج كلمت عن دور المرأة، كانت بتدعم المرأة والطفل، وتسمت بأم كل المذيعين، ونفسي أكون زي الناس ديت في يوم من الأيام. كده هتقدر تكتب وتعدي كمان العدد. ما يشغلنيش يا جماعة إن أنا أقدر أجيب 110 كلمة ولا 100 كلمة، لأ، أنا اللي يشغلني إن أكتب حاجة محترمة اللي هي يكون ليها معنى، تمام؟ تعالى كده نجرب ونشوف مع بعض. دلوقتي هكتب عن الناس ديت، هقول له بقى إيه؟ مفيش حاجة اسمها بقى ولا مقدمة ثابتة ولا خاتمة ولا الكلام دوت، احنا قادرين ان احنا نكتب بشكل كويس. يلا هسيب المسافة، هقول there are يوجد a lot of الكثير من famous persons، يوجد الكثير من الاشخاص المشهورين in media في الاعلام now and in the past، دلوقتي وايام زمان. شفت الجمله اللي انا داخل بيها؟ جمله هي قويه جدا، قلت ان في ناس كتيره في مجال الميديا مشهورين. وبعد كده هقول I want، انا اريد to talk، ان اتكلم about two of them، 2 منهم. حلو الكلام، هروح قايل اهو the first، الاول فاروق شوشة. حلو، انا كده كتبت اسمه يا جماعه، كل ده مدخل. ابتديت باسمه، انا عندي ان هو مولود في دمياط سنه 36، هقول هي واز ان ايجيبشن، هو كان مصري. حلو، هي واز بورن، لازم كل حرف في كل جمله يبدا بحرف كابيتال، مش عايز اغلط، مع ان في الاخر ممكن اعمل الحاجات دي، بس احنا ايه طالما فاكرين. He was born، هو اتولد in، في دمياط.
كتبتها مستر غلط، الاي والاي اكتب باي طريقه اسماء الاماكن، مفيش اي مشكله. ان 1936 سنه 1936 ل 1936. حلو جدا، دي كده المعلومه الاولى اللي احنا عارفينها. كان اقول اهو when he was young، ده لما كان عيل صغير. he او ممكن اقول his father، بابا دي في اي حد كده، او اكتب his parents، والديه. encouraged شجعوه to read and write، شجعوه على القراءة والكتابة. حلو جدا. so لذلك he loved، هو حب the Arabic language، عشان كده اتزرع بقى جواه حته ان هو يحب اللغه العربيه. مصر هو الحاجات دي بجد؟ الله اعلم، ده انا بألفها. ولكن هو المعلومات الاساسيه دي طبعا. هو الراجل مولود في دمياط سنه 36، وكان عامل برنامج وبيتكلم عن جمال اللغه العربيه. دي المعلومات اللي احنا عارفينها في المنهج، ولكن انا بقى اللي بحط التاتش بتاعي، اقول ان باباه كان بيشجعه، مامته كانت بتشجعه، his parents، الكلام ده. اقول ان هو كان مصر، طب ما هو اكيد مصر، مولود في دمياط، هيبقى ايه؟ يبقى هو كان بيحب اللغه العربيه عشان هما كانوا بيشجعوه وهو صغير. كل دي جمل بنضمنها. طيب نكمل. هقول بعد كده when he grew up، لما كبر. he became، اصبح a famous presenter، أو ممكن يقول راديو بريزنتر، بقى مذيع راديو مشهور جدا. he was talking، كان بيتكلم، أو he ماشي، هو كان بيتكلم about، عن the beauty، عن جمال the Arabic language، كان بيتكلم عن جمال اللغة العربية. فين؟ in his program، في البرنامج بتاعه. جميل، يبقى كان راجل مهتم قوي بالبرنامج يتكلم فيه عن اللغة العربية. طيب وبعد كده هنقول تمام 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 so لذلك he was called، اتسمى، سموه يعني اطلقوا عليه لقب، سموه بقى ايه؟ the guardian، حامي of the Arabic language، حامي اللغة العربية. جميل. he won، هو فاز a lot of، فاز بالكثير من، شوف بقى كتير من ايه؟ فاز بالكتير من الجوائز المحلية والعالمية، يبقى ناشونال ان انترناشونال اواردز، واخدين كلمة اواردز احنا في المنهج، يبقى فاز بالعديد من الجوائز المحلية والعالمية. I want to be like him، نفسي اكون زيه one day، في يوم من الايام. كده انا كتبت عن الشخصية الاولى اللي هو فاروق شوشة. طيب يا مستر جميل، انت ما سبتش مكان اصلا لصفية، لا هي البورد بس عشان صغيرة، فانا خلصتها تمام اهيت، وبعد كده همسحها واكتب تاني او اكمل عليها على صفية المهندس، ولكن انت بتكتب كل ده ورا بعضه تمام. يبقى انا دلوقتي لما جيت كتبت عن a biography about famous persons in media، مشاهير في مجال الميديا، كتبت عن شوشة وكتبت عن صفية المهندس. الراجل ده مولود في دمياط، خلي بالك بقى بالمعلومات، مولود في دمياط سنة 36، كان بيحب اللغة العربية، كان بيتكلم عن جمال اللغة العربية في البرنامج، واطلقوا عليه لقب حامي اللغة العربية. طيب بعد كده قلت نفسي اطلع زيه، كان والدي بيشجعوه، كسب جوائز كتير محلية وعالمية، لازم ازود كده الموضوع عشان يدي كلمات اكتر. تعال نعد مع بعضينا عدد الكلمات هنا.
دينا مثلا 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2 4 6 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 كلمة عن الشخص الأولاني. يعني أنا أصلا خلصت عدد الكلمات كمتوقع، لسه بقى على ما كمان نكتب صفاء المهندس، يبقى كده دخلت في 150 ولا 160 كلمة وممكن كمان أزيد. تعالى نكمل على اللي بعده، نكمل الموضوع بتاعنا، ودلوقتي هنتكلم عن صفية المهندس. تعالى يلا، احنا كل ده بنكمل بس عشان برضو صغيرة زي ما قلنا. صفية المهندس، هقول زاء سكن person is صفية المهندس، يبقى والشخص التاني هو صفية المهندس. حلوة قوي. يلا المعلومات هنكتب انها اتولدت في القاهرة، يبقى ممكن هقول she also، وهي ايضا is also Egyptian، وهي كمان مصرية. او اقول she is Egyptian too، وهي كمان مصرية ايضا. حلو قوي. يبقى دلوقتي الشخص الثاني يا صفية المهندس دي مصرية برضو. she was born، اتولدت فين؟ in Cairo، في القاهرة، سنة قلنا كام؟ 1922، اتولدت 1929، لكن فاروق شوشة كان 36. طيب ايه الكلام اللي كتبناه عنها؟ قلنا ان هي كانت بتحب القراءة والكتابة. when she was young، لما كانت صغنطتة. she was، عمل تنوع شوية، interested in، كانت مهتمية بيه. reading، بالقراءة، and writing، والكتابة، قراءة وكتابة، ماشي حلوة قوي. يبقى دلوقتي قلنا انها اتولدت فين وامتى ولما كانت صغيرة كانت مهتمة بالحاجة دي. his او her، دي انثى، her parents، والديها، encouraged her، شجعوها، to be a prude كاستر، عشان تبقى مذيعة. in radio، so او then، ثم، she was، كانت، the first female voice، اول صوت نسائي، in radio، في الراديو. she was talking، كانت بتتكلم، about، عن، the role of women، عن دور النساء، in society، في المجتمع، society. حلو الكلام. وكمان عندي معلومة ان هي ايه، كانت بتدعم. she also supported، كانت بتدعم. عارفين كلمة support يعني يدعم، يبقى supported، كانت بتدعم the women، النساء، and the children، والأطفال، in her program، في البرنامج بتاعها. حلو. كمان she was called، سميت، the mother of all broadcasters، ام كل المذيعين. حلو الكلام.
بس ممكن اكتفي بالحتة دي، وممكن اقول we should، يجب علينا مثلا نقول work hard، نعمل بجد. to achieve، كلمة achieve دي شباب يعني حقق، to achieve عشان نحقق our goals، اهدافنا in life. وبكده انا خلصت الموضوع كامل. يبقى انا كتبت عن فاروق شوشة، ودلوقتي كتبت عن صفاء المهندس بأريحية، كلام سهل، جبت كلام بسيط قوي، مش صعب، ما فيهوش اي مشكلة. طيب تعالى نشوف كده، احنا طبعا اللي عديناه الاول كان حوالي 102، انا عديتهم تاني لقيتهم 103 باين، فطلعوا مظبوطين يعني. تعالى هنا نشوف بقى، 2 4 6 8 10 2 4 6 8 20 2 4 6 8 30 2 4 6 8 40، ولا وصلنا لكام؟ 40 2 4 6 8 50 2 4 6 8 60 2 4 6 8 70 2 4 6 8 80 2 4 6 8 حوالي 80 كلمة، ما عدتهمش برضو بالظبط، حسيت ان تهت، ولكن قول مثلا 180 كلمة كل الموضوع ده، كأني طالب سنة تانية ثانوي. انا اصلا مطلوب مني ان انا اكتب 100 كلمة ل 110 كلمة. يبقى انا يا جماعة مفيش حاجة اسمها صعبة مش هقدر اعمله، لا، كل حاجة سهلة وبسيطة وجميلة، وان شاء الله تقدروا تكتبوا اقوى من كده كمان جمل. انا بكتب بجمل بشكل بسيط قوي، ان اي طالب يقدر يكتب الكلام ده. شكرا لكم، ونشوف الفيديو الجاي برضو بنتكلم عن باراجراف تاني، وباراجراف مهم جدا جدا جدا. يلا بينا.